حلوة السوشيال ميديا، مالها؟ ها؟ مالها؟ ميزة السوشيال ميديا الأساسية إنها عالم افتراضي موازي، تقدر من خلاله تحقق كل اللي ما تقدرش تحققه في العالم الواقعي، تقدر من خلالها تبقى أديب أو خبير أو فنان حساس. فين تاني في حياتك الواقعية تقدر تقدم نفسك في أي قعدة أو مقابلة أو اجتماع مثلاً وتقول ساخي يا فندم ما حضرتك الوتر الحساس أو محسوبك قلب من حجر؟ على السوشيال ميديا ممكن تكتب نفسك كده، أنت تقدر تصيط نفسك وتسمي نفسك الفهد المدمر، ولا حد يقدر يفتح بقه. والله أنا أعرف واحد اسمه كده، واحد صاحب اسمه الفهد المدمر للفهد المدمر، قاعدين بقى عارف بيعلوا على بعض. بالنسبة لأرائك الشخصية بقى، قولي كده كنت تقدر ازاي في العالم الواقعي اللي احنا عايشين فيه ده تجمع كل الناس اللي تعرفهم تقريبا من بعيد او من قريب وترسلهم كراسي كده وتقعد قدامهم وتطلع على المسرح تمسك ميكروفون وتقول لهم رأيك الخطير في جمال فصل الخريف او ان اللي يصبر ينول؟ كنت تقدر تعمل كده؟ لا طبعا. هل ممكن تبقى قاعد في النادي مع اصحابك كده عادي وتقول لهم فجأة يا جماعة خدوا بالكم انا اللي بالامر المحال اغتوى هاشتاج صلاح جاهين؟ ينفع؟ مستحيل، مش هتعمل كده ابدا. السوشيال ميديا بتديك الحريه انك ما تردش على الكومنتات او الرسائل لو ما حبتش او لو مش رايق او مالكش مزاج. في الحياه الواقعيه تقدر تعمل كده؟ ينفع عمتك تبقى بتكلمك مثلا ولا بتقول لك حاجه ولا بتاع فتقوم تدور وسايبها وماشي من غير اي رد من غير حاجه، تخرج مع اصحابك ولما ترجع بالليل تبقى ترد عليها لو جالك مزاج؟ تقدر؟ دي كانت مسكتك نفضتك. على السوشيال ميديا تقدر تحلق لها عادي خالص، ترجع بعد 48 ساعه تكتب لها حبيبتي يا عمته وايموجي قلب وعدت. السوشيال ميديا تقدر تخليك تمنص من الواجبات الاجتماعيه بمنتهى السهوله، تقدر تعمل الواجب وتبارك لابن اختك اللي نجح في الابتدائيه مثلا من غير لا تتمشور ولا تلف على هديه ولا تتعب نفسك ولا تدفع مليم ولا تكلف روحك. كل اللي هتعمله انك هتعمل جروب على الواتساب او الفيسبوك وتسميه حاجه فيها صيغه مبالغه كبيره جدا. ازاي؟ يلا مبارك لاحلى حماده في الدنيا على اجمل ابتدائيه في الكون. قال يعني انت وقفت كل الحمادات طابور وحماده ابن اختك ده هو اللي فاز باللقب اللي هو ملك جمال العالم في الحماده. ايه اجمل حماده في الدنيا؟ ايه ده؟ في الحياه تقدر تعمل كده؟ تقدر تخش على الناس بفلاش عليها صوره حلويات وتقول لهم احلى تورته لاغلى الناس؟ مش هينفع، هيبقى منظرك وحش. فنجره البق دي بقى بتعدي على السوشيال ميديا حلاوه. لا ويشكروك ويفرحوا قوي. لا ويا حبيبي كلك ذوق والله. وتلاقي بتقول لها على فكره هو جاملنا في الجروب عايزين نردها له في بنته، لا هو بعت لنا. عارف تلاقي في مجاملات تحولت بقى لايه؟ لعالم على بعضه وكله ذوق وهو جاب حاجه وبتاع. لا ويردها لك في الافراح عادي، في اتفاق ضمني بالهبل ده وشغال. وفي الاحزان برضو تلاقي مثلا بابا مات هتلاقي لايكات كتير قوي. ايوه تحس ان انتوا اللي قتلتوه، هو اللي خلص منه. حلوه السوشيال ميديا انها ممكن تفكرك بحاجات زمان وتلاقي اصحابك القدام وبتاع. عيبها بس انك هتلاقي نفسك متضاف في 150 جروب، جروب شله اعدادي، جروب شله ثانوي، شله الصيع الجميله اسمها كده، جروب شله اعدادي من غير هيثم عشان بنكرهه، جروب شله اعدادي اللي كانوا بيحبوا ميس صفاء ومش قايلين لها، جروب اخبار ميس صفاء. ايه انا هسيب شغلي وحياتي وبيتي واقعد استعيد ذكريات المدرسه والصحيان بدري ومسح مناخيري في كم المرياله ولغد الاستاذ محروس بتاع الحساب؟ حلوه السوشيال ميديا بس مش لازم الحجم ده من الذكريات، عندنا حاجات تانية. مش عايزين النعمه اللي احنا فيها دي تنسينا معاناتنا زمان في الاتصالات وبتاع. نسيت خصوصيتك المستباحه لما كنت تتكلم مكالمه خاصه في التليفون واحده بقى يعني اخيرا عرفت تتكلمها بعد ما بقالك 16 سنه بتحبها وكاتم في قلبك، واخيرا جات لك الشجاعه وبتكلمها اهو، ها ونايم بقى في وضع لبن عبد العزيز وبتهز رجليك لورا كده، وفجاه تلاقي ماما رفعت السماعه الثانيه تقول لك ابو حميد انت كل ده بتتكلم؟ انت عارف الفاتوره الشهر اللي فات جات لنا بكام؟ خلاص يا ماما معايا مكالمه. طب اقفل بقى وافتح قوي اوضتك اللي ريحتها تقرف دي، وبخش استحمى ما استحمتش من اسبوعين، وخرج الزباله واطفي الانوار واعمل بيبي وابقى شد السافون وارفع القعده وروق. ها يلا فاكر؟ وبعدين ايه القرص اللي كان في التليفون ده؟ يعني ايه قرص اصلا؟ ايه الطريقه الغريبه المؤلمه في الاتصال ده؟ برايه؟ يا سلام بقى لو الرقم مشغول كمان ولا ما بيجمعش. ده كان بيحصل كتير طبعا. تبدا تبدل بقى الصباع ده بعدين الصباع اللي بعده، وتلاقي صوابعك بتصغر بعد فتره تقصر كده علشان عندنا اتصالات. ده غير ان التليفون نفسه كان بتاع 3 كيلو الا شويه، بالذات الاسود فاكر القديم الكبير ده؟ ده لو وقع على رجلك انت انتهيت، ده اداه قتل مش وسيله اتصال. واحد زي رأفت الهجاني عيني علشان يبعت معلومه يتشقلب وحبر سري وجهاز كشف الحبر، وكان طبعا امنيه حياته يشوف شريفه قبل ما يكتشفوه. لكن لو دلوقتي يقدر يبعت اي معلومات على الواتساب عادي جدا، يقدر يشوف شريفه على سكايبي عادي، تعمله فيديو وتبعت له صورها بطوق ورد او بالعينين المبرقه دي عارف الزرقاء الكبيره. السوشيال ميديا بتخليك ما تحسش بالوحده او بالفراغ، متاحه 24/7 معاك في اي وقت. نسينا عذابنا اليومي زمان قبل السوشيال ميديا مع الحياه الحقيقيه الواقعيه. في حاجه اصلا اسمها التلفزيون لسه ما فتحش؟ يعني هو كبابجي يعني تتعدي على مسبيرو الصبح يا اخي ممكن نتفرج؟ لا والله يا فندم ما فتحناش لسه، يعني ارتاح شويه يا مدام ساميه الناس بتسال هنتفرج على ايه. اتفضل يا فندم ارتاح. هنفتح الالوان الصفراء والحمراء لغايه ما نفتح. حضرتك اشرب الصفاره دي لحد ما نفتح. واحنا طبعا بنقعد لما يفتح بسلامته نقعد بمنتهى الادب والاستسلام والسعاده المفتعله نتفرج على الافتتاح
القرآن الكريم، وبعدين البرامج التعليمية للدبلوم الصناعي والتعليم الزراعي لازم، وبعدين برنامج مجلة المرأة، ثم برنامج بستان وألوان وسر الأرض واللقاء اليومي للشيخ الشعراوي وموجز الأنباء وفيلم الظهيرة حتى آخر العمر وخمسة صحتك وحديث الروح وبانوراما فرنسية وهمس الليل والقرآن الكريم والنشيد الوطني والختام. نسينا لما القناة التالتة كانت القناة الشبابية، كانت هي الشيء، كنا نقدر ساعتها ننتقد ولا نكتب تعليق قاسي ونرسله على صندوق بريد 847 مسبيلو كورنيش النيل، ولا نقول بم حتى. ولما ظهرت وصلت الدش الناس قالت خلاص بقى الايام قامت. متخيل يعني ايه تلاقي فيلم الساعة 9 الصبح، فيلم كامل الساعة 9 الصبح عادي مش لازم اسهر له، وتبقى بتفقر وعايز تنام وسهران عشان تشوف الفيلم وتقوم تغسل وشك 50 مرة عشان تكمل، عشان لو فاتك مش هتلاقيه تاني، هتلاقيه فين؟ دلوقتي الوضع اتغير تماما، بقت اي حاجة حرفيا اي حاجة محتاجها تدخل تلاقيها على اليوتيوب. لو دخلت مثلا كتبت عايز فيديو عن قضاء حيوان السلامندر لوقت فراغه هتلاقي. لا مش بس كده، انت هتلاقي كمان في الريكومند تشاهد الذبابه الطفيليه ذات الجناح الملتوي وهي بتسخف على كائن السلامندر اثناء تقضيه وقت فراغه. وده طبعا حطنا في مشكله تانية خالص، هي انك بقيت مش عارف تتفرج على ايه من كتر الخيارات اللي قدامك، فبتفضل تقلب وتقلب وتحس ان مفيش حاجه عجباك لحد ما تتحول انت شخصيا لكائن السلامندر اللي مش عارف يقضي وقت فراغه. في الحياه الواقعيه ايه نسبه فرصك انك تشتم مطرب او ممثل او فنانه فيس تو فيس؟ صفر في المية. هتعرف تعملها ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. انت عندك القدرة والشجاعة انك تكتب له وش اي حاجة، تكتب له مثلا بص حضرتك البتاع اللي انت عامله ده مسروق اصلا، وانت دمك تقيل جدا، وعملية التجميل الاخيرة اللي انت عملتيها دي بوظتك اكتر ما كنت بايظة، خد راحتك بقى. وانت اصلا لو شفتها في الشارع في الحقيقة كنت هتزقطط وتجري وتقول لها حضرتك متابع اعمالك كلها وانت شكلك احلى مليون مرة من التلفزيون، وهتمثلها مشهد من فيلمها الاخير وتتصور معاها سيلفي وتنزلها على الفيسبوك وتكتب اتعشت. بس هي السوشيال ميديا كده بتطلع الوحش اللي جواك، فهمشي ليه تبقى عنيف؟ كان انا الحمد لله يعني الحاجات اللي انا بعملها يعني احنا عايشين بالقبول بتاع ربنا وبحب الناس، فاهم؟ لا حد بيقول علينا حاجه ولا حد بي يا مؤاخذه. لا كومنتات.